بسم الله الرحمن الرحيم. أهل مدينة جابلقاء وجابرصاء، الدليل على وجود هاتان الأمتان هو الحديث الطويل الذي رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الأمم والملوك المعروف باسم تاريخ الطبري، حيث قال: ما نصه حدثني محمد بن منصور قال حدثنا خلف بن واصل قال حدثنا أبو نعيم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة قال، وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قال النبي: وإن جبريل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدعوت ياجوج ومأجوج إلى عبادة الله عز وجل، فأبوا أن يجيبوني، ثم انطلق بي إلى أهل مدينتين فدعوتهما إلى دين الله عز وجل وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا، فهم في الدين إخواننا، من أحسن منهم فهو مع محسنكم، ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم. ولقد جاء ذكر خبر أهل مدينة جابلقة وجابرصة الذين في المغرب والمشرق في كتب أهل السنة وفي كتب العلماء والمفسرين والمؤرخين والجغرافيين والرحال العرب القدامى رحمه الله تعالى، والله أعلم. قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء تحت عنوان القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفاتهما، ما نصه؟ حدثني محمد بن منصور قال حدثنا خلف بن واصل قال حدثنا أبو نعيم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة قال، وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قال النبي: وعجبت من خلق الله وللعجب من القدرة في من لم نرى أعجب من ذلك، وذلك قول جبريل عليه السلام لسارة: أتعجبين من أمر الله، سورة هود الآية 73. وذلك إن الله عز وجل خلق مدينتين، إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب. أهل المدينة التي بالمشرق من بقايا ثمود من نسل الذين آمنوا بصالح، اسم التي بالمشرق بالسريانية مرقيسية وبالعربية جابلقة، واسم التي بالمغرب بالسريانية جابرصية وبالعربية جابرس، ولكل مدينة منهما 10,000 باب، ما بين كل بابين فرسخ، ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين 10,000 رجل من الحراس عليهم السلاح، لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفسه محمد بيده، لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لا سمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب. ومن ورائهم 3 أمم: منسك، ربما هي حضارة نسكة، منسك وتافيل وتاريس، ومن دونهم يأجوج ومأجوج. وإن جبريل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدعوت يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عز وجل، فأبوا أن يجيبوني، ثم انتقل بي إلى أهل مدينتين فدعوتهم إلى دين الله عز وجل وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا، فهم في الدين إخواننا، من أحسن منهم فهو من مع محسنكم، ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم. ثم انطلق بي إلى الأمم 3: منسك وتافيل وتاريس، فدعوتهم إلى دين الله تعالى وإلى عباده، فأنكروا ما دعوتهم إليه فكفروا بالله عز وجل وكذبوا رسوله، فهم مع ياجوج ومأجوج وسائر من عصى الله في النار. قال العلامة أبو إسحاق النيسابوري المعروف بالثعالبي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس تحت عنوان الشمس والقمر وصفة سيرهما وبدء أمرهما ومعادهما، ما نصه؟
أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون الثقة الأمين بقراءات عليه في صفر سنة 33 و300. قال أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي الحافظ قال حدثنا أبو الحسن أحمد ابن يوسف السلامي قال حدثنا أبو عصمة يحيى بن أبي مريم الخراساني قال أنبأنا مقاتل عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال وذكر الحديث في طوله إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من خلق الله وما بين من القدرة فيما لم يخلق أعجب منه. ومن ذلك قول جبريل عليه السلام اللي صارت أعجبين من أمر الله، وذلك أن الله تعالى خلق مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، على كل مدينة منهما 10,000 باب ما بين كل